مشاهدون قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من منطقة الحي الحسني. كانت تواجدوا في المنطقة ديال الزوبير. في هذا الأثناء العناصر ديال الوقاية المدنية مشكورين على المجهودات المبذولة من طرفهم، لأنهم كتلقى واحد الاتصال بأن قط واحل في واحد البلاصة هنا، والحمد لله تفعلوا بسرعة وبجدية، جاءوا لعين المكان وهما الآن في محاولة من أجل إنقاذ هذا المش. يا ربي يجبدوه بخير وعلى خير. قمة في الإنسانية، قمة في تدخلات الرجولية والبطولية ديال العناصر الوقاية المدنية بمنطقة الحي الحسني. وما في الأثناء راهم داخلين في هذه البلاصة دي، غيدوروا اللور ديال العمارة هذه باش يحاولوا على انهم يجبدوا هذاك القتل. الله يدير شي تاويل ديال الخير، ويا ربي تقدرهم على انهم يجبدوه بخير وعلى خير. راهم داروا الجهه الاخرى على اليمين، طلعوا الفوق، كاين تقريبا شي 5 متر ديال العلو اللي غيطلعوا باش يجبدوه. يا ربي دير شي تاويل ديال الخير. يعني قمه الانسانيه، قمه تدخلات الرجوليه والبطوليه ديال العناصر ديال الوقايه المدنيه بمنطقه الحي الحسني. ف اتصلوا بهم ناس وجاو على عجل من امرهم وتدخلوا، لبسوا اللبسه، داروا لي كاسك ديالهم ودخلوا باش يجبدوا بحال هاد القطيط هذا. واحلى الاخوان في واحد البلاصه كاينه اللور ديال هاد العماره هاد. يعني واحد البلاصه داروها الناس وداروا لها الضاله، وجهه هابطه على جهه، يعني لا طاح غيطيح الارض وبعيد، يعني بعيد غيطيح من الفوق حتى لتحت، يقدر الله يستر يموت ولا توقع عليه شي حاجه. فهذا الشيء علاش جاوا باش يتدخلوا باش يحاولوا على انهم ينقذوا هذا المش. راهم داخلين لداخل دابا، وطلعوا واحد المسافه اللي عاليه، يعني تقريبا 5 متر غادي يطلعوها في سلوم باش يتمكنوا من هذا القطع. يشكرون الساكنة اللي ربطوا بهم الاتصال، يعني قالوا لهم عافاكم راه واحد المش واحل، جاوا تفاعلوا معهم بسرعة وبجدية، لأن حتى داك المش من حقه يعيش، يعني خالق الله سبحانه وتعالى باش يعيش، ماشي باش نقتلوه ولا باش نخليه واحل حشومة. مشات ايامات زمان ديال بنادم كيسمع مش واحل كيبدا يضحك، لا سيدي مش واحد خصنا نعتقوه. حمامه ديك النهار كانت واحله في شرجم، جاوا الوقايه المدنيه وجبدوها. فيشكرون هاد الناس على المجهودات اللي كيقوموا بها، يعني من العمل ديال الخير. هادشي كله فيه غير لاجر مع الله سبحانه وتعالى، يعني واخا كيتخلصوا واخا كلشي، ولكن العمل ديالهم كله اجر مع الله سبحانه وتعالى، لانهم كيتدخلوا كينقذوا بنادم من العافيه، ينقذوا بنادم واحل في سطح طوموبيل شعلة فيها العافيه، محل دار مش واحل خصهم يجيو يتدخلوا ويجبدوه، ما خصهمش يخليوه. يعني برافو لهم، نتمنى على انهم يتمكنوا من انقاذ هذا المش، يجبدوه بخير وعلى خير، يعني ما تكون واقع عليه حتى شي حاجه. تحيه لخويا حسن طاوسي، الله يكبر بك سي حسن، الله يحفظك. فجميع الساكنه حاليا كيترقبوا انقاذ هذا القط اللي واحل في واحد المكان مرتفع خلف هذه العماره هذه. ما نقدروش ندخلوا لان المكان مرتفع، يعني ما عندناش كي غنديروا نطلعوا. الله يحفظك سي حسن، شكرا. هذه قناه الشعب، قناه شوف تيفي، الباب ديالها مفتوح للجميع. فالله يدير شي تاويل ديال الخير. وحتى لهنا غادي نوصل على نهايه هذا البث المباشر، لانني خصني
نخوي طريق العناصر الوقايه المدنيه باش يحركوا الكاميو ديالهم تبقاو على خير. دابا شويه غنرجعوا للايف.